خلينا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. حالتك حاليا يا برج الجدي عاملة ازاي؟ الشمس يعني ما شاء الله في نجاح، حاسس بنجاح كويسة، في إيمان، في يعني جواك دفى كده، جواك دفى، طاقة حلوة جدا. أنت حالتك الحمد لله كويسة جدا. حالتك أنت، شكل الشهر عامل إزاي؟ الشهر شكل فيه خير جدا. إما إن أنت هيبقى عندك عطاء كتير، هتدي كتير الشهر ده، حد هيدي لك كتير، بس في حالة عطاء، مكافآت، فلوس جايه من ناس كبيره، ورث، في شكل الشهر فيه خير كتير. انا سامع حاجه فيه. فين صوت؟ لا الصوت ايه؟ الصوت كويس يا جماعه، الصوت مش واضح ليه يا جماعه؟ ليه يا جماعه؟ ده المايك والدنيا المفروض كويسه جدا. اللي عنده مشكله في الصوت بليز يخرج ويدخل تاني. فشكل الشهر فيه عطاء كتير، فيه او ممكن يكون اخد ورد. انت عايز زي ما تقول كل حاجة، السحر ده معاه كل حاجة، معاه زي ما قلنا العصا، ومعاه الكوباية، ومعاه الكوين، ومعاه السيف. الساحر كمان معاه الاربع عناصر، الارض والمية والهواء والنار، الاربع. عايز كل حاجة. انت الشهر ده عايز يبقى عندك فرص كتير، وانت تعرف تستغل الفرص دي بكل الادوات اللي معاك دي. انت شكلك داخل على طموح جامد، في عندك طموح، بس ايه اللي بيوقفك؟ ايه عقباتك؟ عقباتك ضميرك، العادات والتقاليد، في وازع ديني او وازع ضمير هو اللي موقفك. يمكن حاسس بحاجة من اللي انت يعني مقبل اللي انت تعملها، او الفرص اللي بتجيلك شاكك هل هي ممكن تزعل ربنا في حاجة، او ممكن المجتمع بتاعك ما يتقبلهاش. الموقف الحتة دي وازع ديني او وازع ضمير، فاهمين قصدي ايه؟ دي العقبة اللي هتكون قدامك. ايه اللي هتحققه الشهر ده؟ The Star. اول حاجة انت الامل عندك، ده كارد الامل، النجم الامل. يعني هو احنا عندنا اسمه سحر، بس بمعنى السحر اللي احنا الوحش، بس هو اسمه ماجيك، السحر بالمعنى الحلو. انت هتحقق حاجة فيها سحر، اللي هو من حلاوتها ومن كتر بريقها، بريق وامل شديد جدا جدا جدا. ده في حد ذاته يعني انجاز، ده الانجاز اللي انت هتعمله. انت هترسم لنفسك امل وطموح مش قادر اقولك عامل ازاي. داخل مرحلة فيها سلام داخلي، وطاقتك فيها هدوء وسكينة، وعقلك متزن، mentally balanced، يعني المزاج الحمد لله ماشي كويس، و generous spirit، ودي بتأكد ده. روحك فيها عطاء، عايز تدي، عندك طاقة عطاء، يعني ما شاء الله حاجة حلوة جدا. خليك بالروح الحلوة دي يا جدي، روحك حلوة جدا الشهر ده، حاجة يعني فيها سلام وحاجة جميلة جدا. ايه اللي انت محتاج تتفاداه؟ What to overcome؟ القلق والخوف والاضطراب. ممكن يكون عندك شوية قلق وخوف، بما ان انت عمال عندك حماس وبشكلك داخل على حاجات كتير كده، فعندك خوف واضطرابات.
الحته دي، حاول تعدي الحته دي، اضطرابات ومخاوف انا مش شايفه لها داعي، انا شايفه ان السكه حلوه قوي، سكه مفتوحه، والامل اللي عندك ده انت بتشكل حاجه بايدك، انت الساحر، انت اللي بتملك الحاجات دلوقتي، هو اللي هيحدد انت هتعمل ايه ومش هتعمل ايه. انت الوازع الديني عندك شغال، يعني ما مش واخد اجازه، ما تقلقش من حاجه، خوفك ده ملهوش اي داعي، وظفه بطريقه صح. ايه اللي محتاج تحتضنه الشهر ده؟ العيله. ايه الناس اللي انت محتاج تكون جنبهم جدا ويبقوا جنبك، هما انت اللي محتاجهم اكتر؟ عيلتك. يعني عندها مشاكل وزعلانه مع عيلتها، اللي زعلان مع مامته ولا زعلان مع باباه يروح يصالحه، والعيله هي دي اكتر حاجه انت محتاجها الشهر ده عشان الصوره تكمل. حاله العطاء والوازع الديني والامل الروحاني الجميل ده هيتوج بالعيله، ان العيله تكون مترابطه ومتصالحين، وحاجه يعني صوره جميله جدا للعيله. هتلاقي فين الدعم؟ امتى هتعرف يعني ايه اللي هيدي لك البوش؟ كل ما تلاقي نفسك عامل كده تعبان تعبان، اللي هو يا كده شقيان، ده الدعم بتاعك. اول ما يجي لك الاحساس ده اعرف ان انت ماشي صح، انت بتتعب جامد، انت كده شغال صح، هنا هتلاقي الدعم، مش وانت مأنتخ ومريح، لا وانت شغال عندك حاجات، فرص كتير يا جدي استغلها صح. ايه النصيحة؟ نصيحة التارو ليك الخمس سيوف. ايه الخمس سيوف دول؟ ده واحد يعني حتى لو الدنيا بايظة معاك او ما وصلتش للنتيجة اللي انت كنت متوقعها، وده وارد جدا ان هو يحصل، اوعى تبين، اقف كده وبتضحك ابتسامة على وشك كأنك كسبان. ممكن يكون ده حاجة تانية غير موضوع الامل في الشغل والحاجات دي، لا ممكن يكون حاجة بره، مثلا كان في كونفليكت او مشكلة داخلها مع حد، حتى لو خارج انت خسران او حاسس ان انت الجيم انت ما كسبتوش، يعني مش عايزاك تبين ده خالص، عايزاك تبين الجوكر فيس، تضحك ولا فارق معاك. دي نصيحة الكارت ده، اوعى تبين ان انت اتهزمت. الجدي عصبي فعلا يا سلمى، دي حقيقة. طيب هلخص القراية، القراية حلوة جدا، دي حالة الجدي دلوقتي، في نجاح يا جدي، حاسس بنجاح، حاسس بدفى، حاسس بسعادة داخلية مش مبررة كده، يعني انت مش فاهم هي جاية منين، حاجة مش مبررة بس حاسس بسعادة وحاسس بأمل. شكل الشهر ده فيه ايه؟ فيه عطاء رايح جاي، انت بتدي وناس بتدي لك. هدفك فرص، عايز فرص، وانت مستعد انك انت المرة دي هتستغل الفرص دي صح، عندك الادوات اللي تخليك تستعمل الادوات دي صح وتوظفها لصالحك 100%. الساحر مفيش حاجة ما يعرفش يعملها، زي ما قلنا نبص دايما للحالة، للغة الجسد، ايد في الارض وايد في السماء، اللي هو هعمل اي حاجة، انا هعمل اي حاجة، انا واحد عايز فرصة وكنت مستنيها وجاتلي وهعرف ازاي استغلها. ايه العوائق؟ العوائق دينية او وازع ديني او الضمير. بمعنى يمكن فرص تجيلك تحس ان هي مش ماشية مع مبادئك، لا انا معرفش اعمل ده، انا مش موافق على ده، ده اللي ممكن يعرقلك شوية، بس لو انت شايف ان ده الصح امشي مع الصح. ايه الانجاز اللي هيحصل عندك؟ انت عندك الانجاز الشهر ده امل، عندك امل ومنور، نجم نجم، امل روحانيه، السحر في الهوا، ماجيك از ان ذا اير، اللي هو حاسس ان مفيش حاجه مستحيله، انا ممكن اعمل اي حاجه. حاله من العطاء، عندك حاله عطاء من جواك، وزي ما قلنا حاله سلام داخلي وتوازن عقلي، عقلك متوازن. يعني ساعات كده يا جماعه بيجي لنا وقت في الشهر تحس ان دماغنا شاطحه كده، اللي هو كل حاجه عندنا اوفر، انفعالاتنا على الحاجه اوفر، مزودين في كل حاجه، او تلاقيها مثلا ضحك قوي ما تلاقينا ما بنديش رد فعل الحاجه لازم ترد عليها، فدي حاله عدم توازن.
الشهر ده انت في حالة توازن عقلي وانفعالي، الحمد لله الدنيا حلوة قوي. محتاج تتفادى ايه؟ الخوف والقلق واضطرابات النوم والتفكير الزايد، تفكير كتير التفكير. لا انا عايزاك بدل التفكير والقلق ده تحوله لحاجة تانية، which is already انت حاسس بيه يعني، وظفه في حتة تانية، وظفه في الامل، في الطاقة، في البوش، ادي لنفسك بوش انك انت عايز تعمل حاجة. هات ايه اللي انت محتاج تلتصق بيه الشهر ده ويبقى زي ظلك كده؟ عيلتك، عيلتك هم دول اهم حاجة، باباك مامتك اخواتك، باباكي باباكي مامتك اختك، دول اللي انت محتاج منهم الدعم. زي ما قلنا اللي زعلانين من بعض يروحوا دلوقتي يصالحوا بعض، ده الوقت. هتلاقي فين البوش في التعب، كل ما تلاقي نفسك تعبان اتأكد ان انت ماشي صح كده، انت ماشي صح. النصيحة ما تبينش انهزامك حتى لو انهزمت. بشكرك يا سينو، سينيو، سينيوريتا، انت اسماهم كده يعني بفتكر دي كلمة ودي كلمة. انا شايفة امال كتير يا زهرة، باذن الله في فرص كتيرة بس عايزاكوا تحسنوا استغلالها. وماله يا سهام، ده ممكن يكون شكل من اشكال التوازن على فكرة، انك مكبرة دماغك، دي حاجة حلوة جدا، ده مش وحش خالص يعني. انا جدي بس عصبية جدا. بصوا يا جماعة، موضوع العصبية ده في الجدي معروف، انتوا عصبيين، انتوا والحمل عصبيين جدا يعني. موضوع العصبية ده وانا كنت بعاني منه كتير. واحنا بنقول برج ايه؟ حول الله يا رب. الجدي. زي ما قلت لكم يا جماعة، تمرين النفس ده مهم جدا جدا، بيساعد جدا. اول لما تلاقي مشكله جايه عليكم خدوا نفس عميق، غيروا المكان وروحوا اوضه تانية. يعني انت فاهمه مثلا تتكلمي مع جوزك وحاسه ان الشراره ابتدت تطلع والسلك بيلمس، فدي ثانيه واحده، ثانيه واحده، خشي اوضه تانية، اشربي ميه، ميه بتهدي جدا على فكره، بتهدي بتهدي، بتطفي النار اللي جوه دي. وخدي نفس، بعد كده اتكلمي يعني، لان العصبيه دي هي مشكلتك انتي اكتر واحده بتتاذي، لان انا عصبيه برضو جدا والموضوع ده اذاني جامد جدا جدا جدا، بتاذي صاحبها وبزعل الناس منه لانه بيقول كلام هو مش عايز يقوله وبيندم عليه بعدين. فيعني عشان تتفادي الموضوع ده جربي، والله صدقيني الموضوع ده، انا باخد بعضي وبمشي اروح اوضه تانية وبعدين ارجع تاني بعدها ب5 دقايق بالظبط، مش هيحصل اي حاجه في ال5 دقايق دي يعني، حقك مش هيروح، هتقولي اللي انت عايزاه بس هتقوليه بصوره احسن وفيها عقل اكتر، وهتاخدي حقك مش هتخسري، بالعكس يعني هتكسبي اكتر، لان وانت متعصبه لو رديتي هتغلطي فهتخسري حقك. فهمتي؟ فهمتي الفكره؟ ما عندناش موضوع العصبيه ده، انا عارفه ان هو صعب، وانا مش انا اخر واحده انصحكم في موضوع العصبيه ده، لان عصبيه جدا جدا فوق الوصف ممكن كنت تتخيله، بس بحاول يعني، ولازم نفضل نحاول. هنعمل ايه؟ دي القراءه العامه. خلونا دلوقتي نشوف الحاله العاطفيه لبرج الجدي، نطمن على اخواتنا واصحابنا برج الجدي.